على هذه الشاطئ الآن وجدنا صيادا قد اصطاد سمكة أظنها سمكة الحجلة على ما أظن. هنا كما ترون للتو خرجت من البحر، هناك من يحاول أن يعيد لها شيئا من الأمل. ربما شاطئ كهف الحمام معكم، ولا ننسى فواكه الصيف من بطيخ، ونشكر الإخوان والصيادين والعائلة. ولو سمح صديقنا لقال كلمة بخصوص هذا اليوم. صحتكم خوتي، سلام. السلام عليكم. من أمام بحر الظلمات، الشاطئ الذي وقف عليه يوما موسى بن نصير على جواده وقال: والله لو كانت هناك أرض خلف هاته البحر لمررت إليها بجوادي. شاطئ كهف الحمام، ولاية طنجة أصيلة. من هنا سندور وسنلتف لنرى شيئا جميلا عجيبا طبيا تشتهر به هاته الرمال. سنذهب هنا لنرى بعض الشباب، بل وكبارا وصغارا، يذهنون جلودهم بمادة اسمها الصلصال، وهي لعلمكم مادة تستعمل في مسح الألواح، ألواح حفظ القرآن في الكتاتيب القرآنية، وهي مسألة شهيرة في التراث المغربي والتاريخ. الآن سنمر لنسأل بعض الأصدقاء عن هذه المادة وعن مفعولها. الآن معنا الأخ جمال، نسأله يعني شنو كتعملوا سيدي بهادشي؟ هذا كيقطع الجلد يا عبد الحال. كيصفي الجلد، صافي الجلدة. اكيد دالو في اللحم ديالو باش الجلدة كتصفى، بحال كيزوم منها شي حبيبات هكا. دا واحد الاخ من المنطقة الان كيورينا الدلالة هاد المادة، وهادي حقيقة. انا هادي الاخ جمال يقوم مباشرة بدهن الجسد ديالو، كما كتشوفوا كاين بعض الناس غادي نعملوا واحد الجولة. استسمح، جبرنا واحد الفتاة تما، ولكن احتراما للمشاهد والذوق الرفيع ما بغيناش نصوروها، ولكن نحاولوا تكون في الحاشية. كما ترون حالة عادية، حالة عادية كما قال أحد المعالجين. معكم دائما شاطئ كهف الحمام. وحجرة. سول واحد الأخ يمكن عنده شي كلمة. تفضل الأخ. أجي لا أعطي شي معلومات نسات. عطي شي معلومات، شكون بغى يعطي شي معلومة على هادشي؟ شي كلمة. حنا تنشوفو الناس السيد هنا تنبدل بالحق تيقولو مزيان، مزيان للبشرة. كما يقول هادي مزيانة للجلد والبشرة. إخوان بالصحة والراحة. جمال باشا. من بحر الظلمات الآن نتحول إلى الرمال. معنا صديق صغير يريد أن يقول شيئا، وربما يريد فقط أن يعلن عن ابتسامته الجميلة. ما رأيك صديقي؟ طامي ورقتب الجسم. ها؟ طامي ورقتب الجسم. يا ارفع صوتك شوية، قول شي حاجة. ما عارفش. دانتي شوية، دانتيش. يلا بصحة صديقي.
وفي نهاية هذه المعلومة القصيرة نودعكم على أمل اللقاء معكم في لحظة أخرى إن شاء الله وفي شاطئ آخر إن شاء الله.